الزمن هو ديوان لشاعر عامية مصري معاصر، فمن هو؟ الديوان ده بيضم 33 قصيدة. الديوان الثالث للشاعر ده، وكسب عنه جايزة أحمد فؤاد نجم في 2020، ودي كانت الجايزة التانية ليه لأنه كسبها مرة قبل كده في 2014. مصطفى إبراهيم. مصطفى إبراهيم، إجابة مين؟ اتفقنا لو تغريد عليها يعني. إجابة صحيحة، هو مصطفى إبراهيم فعلا. برافو عليك، وخسارة إن أنتوا برضو ما خدتوش الجوكر. 30-30 تعادل.